dolu bir makineyim. Ya arıza yaparsam, istemediğim halde ya devrelerini yakarsam, durmam gerek ya yere yıkılırsam, ya bir çuval inciri mahveden ben olursam. Bir daha düşünecek olsam, aynı yanlışı iki kere yapar mıydım sanmam. Eyvahlar olsun bir daha kanmam. Ne de zor oluyor aradıklarımı bulmam. Sorduğum soruların yanıtını almam. Cevap belliyse sorusunu sormam. Dişlerim sivri ama korkmasın bana. Bit lan artık derler azalmam. Sohbetine de düze tek haz almam. Çoğundan hoşlandığımı pek sanmam. İstediğim anda istediğim yerde olsam, Süpermen gibi istediğim yere uçup konsam. İnkarı bırak kabullen, kabullenmekten başka çare. أنا رح أورجيك شلون بدي أدفنك بإيدي التنتين. أوزلام وينك أنت؟ ساعدونا أطرع أطفرق لقدام رحيم كثير. أوزلام عم حاكيكي وينك انتي؟ Ah!
بسرعة. يلا يلا جيبها حطها هون. عزراء قومي عزراء كرمال الله فتح عيوني. يلا قومي قومي لا تموتي عزراء لا تموتي. مستحيل مستحيل تموتي. يلا فتحي عيوني فتحيهم عزراء. ما بيصير قومي بقى قومي فتحي عيونك. ما بيصير قومي بقى عزراء قومي فتحي عيونك. عزراء 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 يا روحي يا روحي انتي يا روحي عمري وحياتي لك. وين الاسعاف؟ حدا يجي ساعدنا على السريع. تعالوا ساعدونا في حالة اسعاف. قومي عزراء. رجعوا على أقسامكم. ما رح يرجعوا بالمستودع. شو ما عم تفهمي؟ قلت لك أنا بخبرك ما عم تفهمي. افتحي الباب. هالشي مو منيح لكم. رجعوا على أقسامكم بسرعة. هاجموني يا ملتم خانم. دينيز أخذت بطاقتي وطلعت من القصيب. لكان تعالي انت لحالك. يلا افتحي ملتم خانم. يلا عم تكون كل وحدة فيكم ترجع على قسمها وبعدين أنا بخبرك شو رح يصير. حسرة ملتم خلينا نطلع خلصينا بقى. انتوا ليش ما عم تفهموا؟ عم قلكم حسرات أنا بخبرك بعدين. أوف. ادعي لربك ما يصير لشي. واحد اثنين ثلاثة. يا روحي تحملي عزراء. نبضة منخفض. تتجول حرة بالأقسام. الرجاء الانتباه. دينيز ديمير عم تتجول حرة بالأقسام. ممتاز. ناطرتك بغرفتك. جاي. صار معي وكل أفعالك كل شي صار معي بهاي الفلاشة. عندك الإمكانات أسلم. كنت عارفانة كنت بتقدري تصيري مديرة سجن مثلي. يمكن بس ما كنت رح صير قاتلة وعديمة الرحمة مثلك. مثلك يا خانم.
كان بدي اياها تموت لانها كانت عم تتوشع كثير. كان بدي اياها تموت. كان عندك الدافع لهالشي؟ ما ساعدتها. ما كنتي قوية بس ما عطيتها الدواء. كان بدي اياها انها تموت. بهنيكي، كان تبادل سريع. هاد طلب استقالتي. كتير مبسوطة لأني ما رح شوفك من اليوم وطالع، بس بنفس الوقت كتير رح أزعل لأني للأسف ما رح كون شاهدة عاليوم يلي رح تدفعي فيه الثمن يا زيرين. مع السلامة. باي باي أزلام. أزلام أزلام، شو عملتي؟ قلي لي أخذتي التسجيل؟ لا، بعتذر منكم. مجرد كذبة، هاد سوات قلبك يا حقيرة. خرسي روحي من هون. سمعتيني؟ سمعتيني؟ لو كانت زينب عايشة كانت رح تكرهك كتير. لا تلفظي اسم أختي، لا تلفظي اسم أختي. وليش؟ لو شافتك كانت بقتك. فهمتي؟ يا مريضة، سمعتيني؟ يا مريضة، زينب أكيد بتكرهك وما نطايقتك يا مريضة. مجرمة قتلة. دينيز خلص بكفي، تحرك. قتلة. مناخدها على المنفردة؟ لا، مو وقتا. الوضع متوتر، ما بدي تصير مشكلة جديدة، بحاسبها بعدين، مو وقتا. شو وضع الحريق؟ في إصابات؟ الإطفائية صارت هنيك يا خانم. السجينات بالقسم بواحد طلعوا من قسمهم ونحنا كنا عم نحتويهم، يعني ما عنا معلومات عن الحريق. تمام، أنا بحلها، خدوها. أمرك خانم. إذا صار لشي لعزراء رح تندمي، رح خليكي تندمي، فهمتي؟ إذا صار لشي لعزراء رح تندمي. وقف النبض، أعطيه أدرينالين. يلا فورا. ولك الله يلعنك، شو عملتي زيرين؟ بسيطة والله، لدفعك الثمن غالي كتير، بس شوفك بدي أطعك شقف ونتف. والله ما رح أرحمك يا سافلة. لا تحطي لي هالشغلات ما بحبها، أنا منيحة حلو عني. خلاص لا تقاومي، وإلا رح أعطيكي إبرة مهدئة فورا. قلتي إبرة؟ ما بحب الإبر. خلاص حطي هاي.
ست ملتم؟ خير ليش طلع صوت الصفارة؟ عم يقولوا في حريق صح؟ ايه صار حريق بالمستودع. ايه ومعلمتي قدرة وين يا ملتم؟ ليكي هاجر، قدرة وعزراء كانوا سوا بالمستودع. اكيد هي عاملة شي لمعلمتنا، هي خلص. المخلوقة حقيرة واكيد بدها تقتلها لمعلمتنا. وضع قدرة مانو سيء هالقد، يعني مانو بسوء وضع عزراء، يعني هن نصايبهم شوية حروق واخدوهم على المشفى ووضعهم ما بيخوف. بس لترجع معلمتي رح نفرجيهم، رح يدفعوا الثمن. انا بفرجيهم. انا متاكده انه هي عزراء اللي عملتها وقت ضلت لوحدها مع معلمتي. ما انا عزراء، لو عزراء ما كانت عملت الحريق وضلت مع جوا ليك احترقت مثلها. اسمعوا، انا بدي اقول شيء مهم يا بنات. ايه هذا اكيد فخنا صابوه لمعلمتنا قدرت، الشغله واضحه واكيد هي عزراء اللي عملت لها اياه. اسمعوني منيح يا بنات، نحن ما لازم نسكت على اللي صار، لازم نتصرف على السريع يا بنات. هي انتو كلكم معي؟ عم تسمعوني كلكم؟ اختي اختي كرمال الله انزلي عن الطاوله، مو ناقصنا مصايب، ما تروحي توقعي وينكسر فيكي شي ونبتلي فيكي كمان. بكفينا يلي فينا، خلص اسمعنا شو بدك واسمعنا شو عندك، خلصنا. يلا انزلي. اسمعوني يا بنات، اسمعوني منيح، كل وحده تهتم بشغله وبس، ولا وحدة فيكم رح تعمل شي لبين ما ترجع معلمتي قدرات لعنا. يلا بقى كل وحدة على غرفتها، خلونا نمشط شعرنا ونحط البودرة على خدودنا ونرجع لوعينا ومنقعد بهدوء ومنستنى الخبر. اتفقنا حبيباتي؟ يلا حياتي، وانتي روحي اهتمي شوي بمنظرك. يلا روحي تفرقوا. يلا برافو. العمى على هالخطة، طلعت بدها تقتل قدرة وعزراء مع بعض. يا حرام كانت غايتها تنتقم من هاي المرة، وقعت بالفخ ولحالة. يا ربي تكون معها. رح حسرت وقفي، ما بصير هيك، ما بصير هوري يا حزرة. خلص 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 رؤية خلص 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 الله يهديك. لحظة شو صار لك؟ عديلة شو؟ دينيس حسرت حاج بقى. يلا بيلين روحي جيبي مي لدينيس، ما رح يصير شي لعزرة، الله على طول مع الخير صح؟ انتي حسرت اهدي، لازم تكونوا اقوى من هيك. لك والله طلعت زيرين اقذر من قدرته سبقتها بدرجات. يا رب دخيلك يا رب لطفك. حسين حسين شو كيف صرتوا؟ قلقت عليكم. انت كيف صرت؟ كيف صاروا ايديك؟ طمني. شو بون ايديك؟ الحمد لله على شو صاير معك؟ حسين هو اللي انقذ عزراء من نص الحريق. اي حدا مكاني كان عمل نفس الشيء. الله يرضى عليك ويوفقك يا حسين. عم توجعك؟ عم يوجعك الحرق كتير ما؟ لا ما في شي، يعني بينحمل. يا دينيز عقلي ما عم يستوعب، ما فهمت عزراء وقدرة شو عم يعملوا كانوا بالمستودع، وما فهمت كيف صار الحريق فجأة. حسين إذا بدي أشرح لك ما رح تصدقني. كله منا طبعا، هاي الملعونة زيرين، هاي زيرين الحقودة السافلة. نعم؟ ليش حتى تعمل هيك شي؟ حسين بدي أسألك، اللي في شي خبر جديد عن اختفاء مراد؟ والله ما سمعت شي، يعني على الأغلب مراد صاير معه شي ما حدا قدر يوصل له، الله لا يقدر. يا الله. حسين تعال القسم جيم. حسين تعال القسم جيم. ايه فهمت، ليكني جاي. خليني ساعدك. ونحن ما بقي منا حدا، مناوباتنا صارت مكثفة. حسين بدي أطلب منك طلب، تصل بميليس وخبرها بكل شي صار، وانت إذا عرفت أي شي عن عزراء خبرنا. ماشي تكرم عينك. الحمد لله على سلامتك. تسلمي. دينيس ما لي قلب أحكي، زيرين يمكن تكون عاملة شي لمراد. يا رب ما يكون صاير له شي، لأنه مراد ما إله دخل، قصت أختها لزيرين ما هيك؟ صح دينيس؟ الله يجيب العواقب سليمة. يا ربي دخيلك ساعدنا، يا ربي دخيلك ساعدنا، بترشاك بترشاك يا الله. غرفة الطوارئ. ماني ماشي، خلص بعد عني، شيل إيدك هيك. استنى عم قلك شيل ايدك، شيل ايدك لو سمحت.
زبكوني خلص طول بالك ما راح اعطي حالك بعد عني لو سمحوني بعدوا عني اهدى شوي يا استاذ مين جابني لهون يا استاذ كيف وصلت لهون انا لو سمحت لو سمحت يا استاذ بدك تهدى شوي لو سمحت يا استاذ حالتك هلا خطره ولازم ترتاح سيد اوكتاي اهدى كيف وضع المريضة؟ بقيت بلا أكسجين بس هلأ هي منيحة منيح خلوها تحت المراقبة حتى تفقدها كل شوي لا أنا ما بقدر أبهج ما بقدر أنا لازم أروح عندي شغل مهم كتير اتركوني تركيني خلاص اتركوني أمرت مهدئ لا لا خلاص تمام رقت ألو ميليس أظلام أظلام أوكتاي صحي اليوم نقلوه على الغرفة تجاوز مرحلة الخطر إيه كتير منيح شكراً لك لأنك خبرتيني بهالشي العفو منك رح خبرك بكل التطورات أول بأول بس يمكن لازم تجي على المستشفى يعني إذا حابة تشوفي أنا رح شوفه أكيد أظلام إليني أنتي متضايقة من شي لا كل شي عادي ما في شي طيب قولي لأوكتاي إني بسلم عليه وإني ما قدرت تكون صديقة منيحة بخاطرك الله معك شو الأخبار؟ تولجا أوكتاي فاق وأخيراً وأخيراً خوفنا عليه كتير إن شاء الله يكون منيح إن شاء الله صار منقدر نشوفه؟ الدكتور جوا قال هن بيخبرونا لحتى ندخل عفواً حضرتك سيد تولجا ايه؟ المريض طالب يشوفك توقيت رائع الحمد لله أهلين نجدات شو بدك؟ زيرين خلينا نروح بسرعة ما بقى معنا وقت كتير أوكتاي فاق من شوي كمان إذا حكى شي أنت عم تقول هالحكي؟ أوكتاي صار تهديد بالنسبة لإلنا بسببك لأنك خربت كل شي إذا الشغلة على أوكتاي بحل القصة ما أنا مشكلة وبعدها مشينا شوي تجاه بيته إيه ورحنا على بيت بالقمة إذا شفته رح تعرفه فوراً لأنه موديله كتير حديث فهمت عليه بعدين بلش بحجة إنه هو أنت منيح؟ منيح بنادي الممرضة؟ لا لا منيح أخي بناخد استراحة؟ لا يا أخي أنا منيح إيه لك الموضوع الأساسي والأهم في غرفة جوات البيت مؤسس فيها نظام وفيها لابتوب وفيها معبى ملفات دورت بيناته لحتى لاقي دليل لقيت مقاطع فيديو وشوية صور ايه صور لبيت وبلشت تدور على غيرها كان في مشاهد عن غرفة زيرين بالسجن يعني عم يراقبها الله الله زيرين بتستخدمه هو ما بيوثق فيها ومراقبة كمان كان عنصر مخابرات يعني المفروض انه صاحي خلاص انت ارتاح هلا وانسى انا بحل القصة روح انت وانفض بريشك انا وعدت اختي زينب من زمان ماني متحركة لحتى أخذ بداري زيرين اصحي على حالك انتهى هذا الحلم يعني حلم الانتقام انتهى ما بقي غير شعره ورح يقبضوا علينا ما بيهمني حتى لو انمسكت هالمرة ما رح أترك زينب بنص الطريق زيرين لا تجني نهاية الشغلة كتير كبيرة لك ما بيهمني بنوب روح انت أنا بقيانة هون احنا رح نحل القصة إن شاء الله إن شاء الله ليك في حدا موجود برا قلبه عم يحترق ليفوت لعندك
ميليسما. أه. كيف طالع حلو؟ بصراحة كتير حلو. سلامتك. ميسرة، انتبه منيح على حالك تلقى. كيفه؟ منيح، يعني تحمس شوي لما عرف انك برا. أنا فايتة لك. ماشي. اسمعوني، الطير الطاير ممنوع انه يمرق من هون. كيف صرت؟ بخير، أهلا وسهلا. شو خفت إنه يصير عليك شيء أوكتاي؟ ما في داعي للخوف، أنا منيح. إذا بدك بقدر أقوم أمشي. شوفي لا دي. صر لشي لعزراء وقال أنا رح موت. هي حياتي كلها، ما بقدر أعيش بدون. إن شاء الله تكون بخير. إن شاء الله تكون بخير حبيبة قلبي. أوكتاي، الدكتور قال إذا توجعتي كتير تقدر تضغط على هالزر وبتطلبهم يجوا لعندك دغري، بس انت ما رح تضغط عليه ابدا. ليش يا حزره؟ لانك الرجل البطل يلي ما بيتوجع، صح؟ شو علاقه هي؟ انا وقعت من مكان عالي. حسين، ايه حسين، شو عم تقول انت؟ عن اي حريق عم تحكي؟ مين؟ باي مستشفى هن؟ فهمت. ودينيز شو قالت؟ فهمت. لا أوكتاي، صحي هلأ، لا تقلق عليه. ماشي ماشي حسين، شكراً كتير لأنك خبرتني. حريق شو هاد؟ احكي شو صاير كمان؟ أوكتاي، صاير حريق جوات السجن. عزراء وقدرة كانوا بالمستودع، ودينيز قالت إنه زيرين الفعلة. ما عاد فهمت. استنى، شو عم تعمل بالله؟ الشي اللي عم أعمله واضح، لازم شي حدا يوقفها عند حدها. بس مو أنت الشخص هاد، أوكتاي كبر عقلك. ميليز، زيرين صايرة كتير متمردة وكتير شريرة، لازم. أوكتاي لو سمحت حاول تروق، تعذبنا كتير لحتى وصلنا لهون. تولجا رح يمسك نجدات وزيرين رح تتوقف، ماشي؟ أنت ما دخلك. راجع لعندك وأنت ما رح تتحرك من هون، راجع بأقرب وقت، ماشي أوكتاي؟ ماشي. من 146 من 146 تعال لمكان الحادثة، تعال لمكان الحادثة. 166 سمعتني؟ حطوا خبر عند كل الفرق يلي وصلت لمكان الحدث، الشخص مسلح وكتير خطير، بدي الكل يكونوا حذرين. قلن ما بدي حدا يبين، الزلمة خبيث ومانو مبتدئ. رح كرر، الشخص مدرب منيح، اسمعوني، رح نوصل لعندكن. شو عملتوها؟ اي تمام، دخول وخروج كله تمام سيدي. الوضع منيح؟ كله تمام سيدي. ماشي، انتظروا إشارتي. أمرك سيدي. رح ندخل سوا، جاهزين؟ يلا.
دورتوا بكل مكان؟ دورنا وما في شيء سيدي. تأخرنا مرة تانية، وين راح؟ لك وين اختفى؟ سيدي هذا الزلمة عنصر استخبارات سابق. نعم ميليس، الأخبار سيئة، لسه عم ندور. نعم؟ أي مستشفى؟ يلا جاي فوراً. خير سيدي، نقلوا عزراء كايا على المستشفى. كل يلي بعرفهم بالمستشفى، على شو عم دور ما بعرف. يا بنات، حكيت ست ميليس. شو قالت؟ عزراء وضع منيح. الحمد لله يا رب. قولوا عزراء منيح. مين قالكن؟ هي منيحة. شو صار؟ اللي حسين؟ أنا حكيت مع ميليس خانم، ما شفتها بس قالت لي إنه عزراء منيحة. الحمد لله يا رب. وأوكتاي كمان تحسن وصار منيح. الحمد لله يا رب. كمان نسمع أخبار منيحة يا الله. الحمد لله. إيه، في مجرمة مثل زيرين واقفة فوق راسنا. إيه، وين كنتي أنتي؟ وينك يا ست ميليس؟ وين كنتي؟ نحنا أمناكن على رواحنا وعم ناخد عقابنا، مزبوط؟ وأنتو وينكن؟ آه، إيه ست ميليس، إذا أنتي ما رح تعمل إشي معناتها نحنا رح نعمل حسب ظروفنا، تمام؟ ورح نطبق العدالة بحسب قواعدنا الخاصة ولحالنا. لا تجني قدرات، ما رح توقف القصة، رح ينفتح تحقيق وينتقل للمحكمة، وانتي وقتها كل شي صار معك بالسجن، كل شي بتعرفيه، تحكي وبتقدمي إفادتك وحدة ورا التانية. ايه بقدر طبعا، رح احكي كل شي، ما رح اترك شي، بالحرف الواحد كمان وبالتفصيل الممل. ماشي، مين مكان المذنب وقتها رح ينعرف، مفهوم؟ زيرين، هاي زيرين شاهين، زيرين شاهين. شو بدك؟ هجيلك ياها بالحرف يعني؟ زيرين شاهين المجرمة. ماشي قدرت، بتقولي هالشي بإفادتك، ومين ما كان رح ينعرف المذنب. يلا انتبهي على حالك، الحمد لله على سلامتك. شكرا مديرتنا ميليس خانم. قدرت أنا ماني مديرتك. يا ريت لو كنتي أنتي مديرتنا، يا ريت لو ما كانت هي. كيف عزراء؟ ما بعرف، رح أشوف وضعها. ايه روحي شوفي شوفي. ايه أنا بآمن بالعدالة الإلهية، وهي اللي اسمها عزراء راحت على المستودع حتى تشوف إذا فيها تقتلني وتخلص علي. شو مفكرين ما بعرف خطتها؟ معناها أنتي ليش رحتي على المستودع قدرات؟ ما عاد فيني اتنفس. شاكي بشكل عام الصبح بيكون معكر، إذا ما أعطاك وش وقتها تركه بحاله، ما تزعل. إيه أكيد بعرف، بس إذا امتنع عن الأكل والشرب بغيابك شو أعمل؟ شو أتصرف؟ تفضل قلي. لا أنا حكيت معه ما رح يزعلك، بس لحدد مكان نقعد فيه رح أرجع أخده، لا تقلق. إيه؟ طيب لا تأكل هم. والحديقة أماني عندك يا أخي، الورد والخضرة والفواكه كمان، رح يبقوا وحيدين بدوني، لا تخليهم يزعلوا. رح أحاكيهم مثل ما بتحاكيهم أنت. شكراً لك. أكيد رح يشتاقوا لك كتير. هاي الظروف، أنا حكيت معهم، حكيت لهم كل شي حتى عن دينيز، فهمانيني منيح الحمد لله. عم تدخل حالك بمغامرة كبيرة. هذا القدر، شو أعمل؟ أيمت بدك تروح؟ ما بعرف، قريباً إن شاء الله. اتفقنا أجوز، هالمكان بأمانتي، أنت لا تشغل بالك بالمرة. شكراً كتير أخي، لا تفهمني غلط، إذا صار مردود من الحديقة لا تنساني. خلص رح أبعته لأختك، أنت لا تقلق. تسلم كلك ذوق، صدقني ما بعرف شو بدي قلك، الله يطول أنت بعملك. بس بعت لي أخبارك الحلوة كل فترة وما بدي شي منك.
صباح الخير يا حلوة. صباح الخير يا نمر. أنا نمر؟ فكر كتير حلوة هالأيام اللي مرقت. واضح. شو صار؟ زيرين كانت رح تحرقك؟ لا تسألني لأني ما بعرف. اللي صار كتير غريب. أنا مصدومة من حالي. كيف نفدت؟ صرت مثل القطة اللي بسبع رواح. ما عندك شي خبر حلو؟ خبر شو؟ ما بعرف. مثل مسكنا نجدة أو رح نخلص من زيرين أو انتهت مدة عقوبتك ورح تطلعي من السجن مثلا. لا يعني إجيت لنحكي؟ عذراء نحن عم نشتغل ما لنا عم نتسلى أبدا. بصراحة ما عاد فهم طبيعة هالشغل آخر فترة. يعني أنتو شو يلي عم تعملوه حضرة الضابط؟ نحن هنيك نحن بنات وإيدينا مربطة وعم نعرض حالنا للخطر وأنتو عندكم كل هالإمكانيات ولساتنا على نفس المستوى. ما في شي. أنتي معك حق عزراء. ولا يهمك. فيك تعتبره كأنه ما في شي نعمله وحظنا بشع. نادي للدكتور أو الممرضة حتى وقع على الورقة وأطلع حاجتي هون بقى. استني استني نامي شوي وارتاحي لاحق على الطلعة. اهدي شوي ولا تتحركي رح نادي الممرضة واجي. صباح الخير. صباح النور. اخ دينيس والله النوم ما له طعم. انت كمان ما نمتي ماهي؟ لا ما قدرت. بس قالوا انه عزراء صارت منيحة وتجاوزت مرحلة الخطأ. بعرف بس الإنسان بطبيعته دودو إذا ما شاف بعينه ما بيرتاح. كلنا منحب عزراء بس محبتك إلها مختلفة وبتنظري لها نظرة مختلفة. فهمانة عليكي وكأنه قطعة من روحك. صح؟ يا الله شوفي كان في شخص بيطلع عليكي بطريقة مختلفة. حتى كان بيقرأ لك شعر مو؟ ولما توقعي بورطة كان يركض لعندك. هو مراد بيك. لك عم تقولي كان هيك ويعمل هيك وكأنه الزلمة ميت. هس هس عن جد أنا قلت هيك. آسفة طلع الكلام بالغلط. لا أنا بعتذر منك. تشربي قهوة أختي؟ أي والله يا ريت دودو. ما في شي بيصحصحني غير فنجان القهوة. دينيس لازم تكوني قوية. شوفي الكل عم يتطلع على عيونك. الكل بياخد طاقته منك. ايه طيب ماشي تمام. لحد هاللحظة ما فهمت كيف احترق المستودع. ليك ايدي حسين ليك شو محروقين. ايه مزبوط. ما تسأل اكيد هالحريق مفتعل. يعني ما رح يصير بلا سبب. الوضع مانو طبيعي. نحنا ما منعرف ليش استقالت أوزلام وما حكت معنا أصلا. يعني كان لازم تودعنا. ما بعرف شي. دقيت لها كتير بس ما ردت علي. يا ترى صار شي لزرين خانم؟ الحوادث ما عم تخلص من هالسجن. لك ما عاد خلصت أبدا. أوزلام راحت وأوكتاي بالمستشفى. مراد مختفي كمان. أساسا اختفى نهائيا مثل أفلام الرعب. عم ننقص واحد واحد. أنت ما تخاف
لسمان أول مين بيموت وطالما لساتك عايش بيناتنا. ضحكوا لإلكن إيه؟ إذا أجا خبر سيء عن مراد رح شوف الضحك وقتها. سلامتك يا حلوة. الله يسلمك. يسلموا. لازم امشي هلأ وإلا رح أضطر أكل بهدلة. ما تواخذني سيدي لأني عصبت اليوم وفشيت كل خلقي فيك، بس يعني خلال لحظة فكرت أني خلص ميتة واللي بده يصير يصير مفارقة. ما فيك تروحي إذا ما سمحت لك. لا يا قدرت كيفة؟ أحسن منك، رح تطلع قريبا. اجت ميليس لما كنتي بالغرفة يلي مدري شو اسمها وما قدرت تشوفك وقتها. غرفة شو هاي بالله؟ شو بيعرفني؟ طيب إذا ميليس اجت بلكي بتكون وصلت خبر للبنات لأنه دينيس بتكون قاعدة على نار، بس تتأكد منها لو سمحت. طيب ماشي. أنا طالع، محتاجة لشي؟ لا بدي سلام. طيب انتبهي منيح يا نمرة. وانت وانت انتبه على حالك منيح كمان. ايه اكيد. اللي امري سيارة مراد، انت متأكد رقم الهيكل مطابق؟ لا تقولا. طيب اعتقلوا بياع الخردة وحققوا معه لبين ما اجي. ما بتمنى صدق يلي صار يا ربي، شي مستحيل. نحن غلطنا وقت صدقنا. مو بس انتو غلطانين، انا كمان صدقتها هالمرة وثقت فيها كمان. كانت بتعرف بأعمال زيرين وما عطيت ولا احتمال انها رح تكون مع زيرين رغم يلي عملته بأوكتاي. يا ترى استقالت من الخوف ولا استقالت من الخجل؟ ما عرفت. طريقة حلوة لحتى تهرب. يا سلام، قدمت استقالتها وهربت. شفتي أوزلام طلعت شاطرة. يعني زيرين هي اللي ربحت. مو هيك بالضبط، ميليس قالت. بس كنت تشاءمو دينيس. إيه أنا حكيت وخبرت النيابة قبل ما تسكر زيرين القصة. فيقت الرجال من نومه مبارح، رح يفتح تحقيق بخصوص الحريق كله، وقال لي رح يجي مع فريقه. من دون مساعدة أوزلام زيرين هالمرة مستحيل تقدر تنجح. إيه كيف رح يصير هالشي؟ يعني بعد ما تجي النيابة وتاخد إفادة زيرين رح تاخد إفادة عزراء وقدرت، وهنن رح يحكوا كل شي صار وإنه زيرين كانت رح تحرقهم وهنن بالمستودع. صح حكي؟ هيك شي. ودرب اللي سد ما يرد يا مجرمة. مع السلامة. حلو الله يخلصنا منها. انتباه انتباه، ساعة التنفس بلشت. يلا يا بنات خلونا نشم هوا بقى. انتباه انتباه، ساعة التنفس بلشت. مكرر، ساعة التنفس بلشت. ها اجت معلمتي قدرت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا معلمتي. الحمد لله على سلامتي. الحمد لله على سلامتي. اهلا معلمتي، انبسطنا برجعتك. كيف صرتي هلا معلمتي؟ منيحه منيحه، لا تكتروا حكي، انا منيحه خلاص. الحمد لله على السلامة، والله خفت عليكي كتير، قلت بعد ما لقيتها معقول افقدها. لا تخافي أمولة، الشرير ما بيصير له شي. كيفك معلمتي، موجوعة شي؟ ايه والله كتير هاجر، كتير موجوعة. من الحرق ما؟ لا مو من الحرق موجوعة، من الحقد ومن كرهي موجوعة. معك حق، عزراء اللي عملت هيك وهي اللي حبستك بالمستودع. هي فكرت هيك وأنا فكرت مثل ما هي فكرت، بس طلع في شخص ثالث هو اللي وقعنا هالوقعة. مين؟ مين؟ معلمتي زيرين. زيرين؟ شو عم تحكي معلمتي؟ معقول؟ كيف بصير هالشي؟ زيرين شاهين. معقول هي تحاول تقتلك؟ ايه، إذا ما بمسك هداك الصقر وبشله حنجرته من مكانه على الخالص ما بكون أنا قدرة على سن ورمح. ايه واحدة فيكن أو تنتين تجي معي، ساعدوني غير أوعي، بدي أطلع شم هوا شوي. طيب. لأنه الأكسجين انخلق مشان نطلع نشمه ونتنفس. آه.
صباح الخير. صباح الخير زيرين خانم. صباح النور زيرين خانم. أنا عندي سؤال بعد إذنك. تفضل قول. الموظفين المناوبين بالليل اتصلوا مع أوزلام بالليل وخبرتهم أن قدمت استقالتها، مزبوط؟ ايه مزبوط. زيرين خانم، نحن تعبنا كتير هون بسبب الحريق وصار عددنا قليل والسيد مراد مفقود. شو بدك يعني أعمل قلبي؟ أنا عم اشتغل صبح ومسا كمان، على القليلة في عندكم عطلة. بس وفتحوا الشباك بالمستشفى. أوه بتشوفي السما وإنتي نايمة، يعني أول مرة بشوف هيك شي. لك ما عم بحكي عن الأكل لأنه ما رح يفيدنا بشي. افتحوا هون بس لي. اركيني بعدي عني. شو عم يصير؟ تفرقوا. بعدي عني يا حيوانه. ولك ايدي عم توجعني. ايدي محروقه. اتركيني. شو موجوعه؟ عم توجعيني. ايه معلش معلش توجعي. اتركيني بقولك. معلمتك رمت الطعم وانت ركضتي. كان بدك تقتلي عزراء مو؟ وعزراء لشو راحت كمان؟ لتكون كانت بدها تعطيني ورد. زيرين هون. القاتلة زيرين. زيرين القاتلة. زيرين القاتلة. زيرين القاتلة. القاتلة زيرين. زيرين القاتلة. زيرين القاتلة. زيرين القاتلة. زيرين القاتلة. يا قاتلة. يا بوش القاتلة. زيرين القاتلة. القاتلة زيرين. زيرين القاتلة. زيرين. القاتلة زيرين. زيرين القاتلة. انتي وحدي مش زيرين. زيرين يا قاتلة. زيرين القاتلة. القاتلة زيرين. زيرين القاتلة. القاتلة زيرين. يا مجرمة رح توقعي بين ايدينا. يا مجرمة نهايتك رح تكون على ايدينا. عم تسمعي؟ زيرين. انت وحده مجرمه. زيرين القاتله. بيرنا ملتم قطعوا ساعه التنفس والكل على اقسامهم. حاضر يا خانم. لا مشو سخين. انا بورجيكم. كل وحدة على قسمة. يلا كل وحدة على قسمة. يلا هيك الأوامر. يلا بسرعة. يلا تحركوا. كل وحدة على قسمة. يلا يلا خففوا عليك. بلا حكي يلا. فاضي. يلا تحركي انت وياها. يلا استنوا بالنص لأنه السيارة اجت رح تاخذ السجينات مشان الزراعة على السريع. دورة شو هاي؟ دورة شو لك بيرنا؟ يلا لسه ما شمينا الهواء. يا بنات يلا لجوا. يلا كلكم يلا تحركوا. يلا تفرقوا على قسمكم. يلا بلا حكي فاضي. يلا يلا لجوا بلا حكي فاضي. لعما شو هاد؟ يلا خلصوني يمشوا. يلا تحركوا. تحركوا بسرعة. يلا جوا. يلا على أقصى. تحركوا. أنا هلأ ماني بمزاج منيح لحتى روح على الزراعة. ما بقدر اسمح بهالشي. مو على كيفي. لازم أخذ الإذن من زيرين خانو. طيب خلص لكن رح روح. انسي. شو عم تعملي؟ شو عم تفكري تكسري ايدي هالمرة؟ لا ابنو، هالمرة عم فكر اعزلك لفترة طويلة. لكن محاولة قتل انسان عمدا. ماني مثلك. لا تختفي من الاجواء، جاي فريق من النيابة كرمالك. انا بعرف، اصلا حكوا معي. تعودت تزعج النائب باحداث فردية صايرة عنا. بخاف ما عاد ياخد بكلامك بعد هالمرة. ما تفكري فيني ابنو، فكري بحالك. هالمرة الحادثة مختلفة وكتير، يمكن تكون نهايتك.
مرحبا، كيفكم؟ اهلا وسهلا معلم. اهلا وسهلا فيك استاذ. اهلا والله، اشتقنا لك معلم. شكرا لك. اهلا وسهلا. تعرفوا اماكنكم؟ اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا. حدا مزعلك؟ لا انا ما نمت منيح، هيك مو اكتر. عم نسأل الشجر عن حالهم يا معلم. برافو، عم تتعلمي بسرعة. يا صبايا، اليوم بدنا نقوي الشجر بالأسمدة الضرورية. اسمعوني منيح، هون في عنا أكتر من نوع للسماد. رح أنتقل للكوخ وأنتوا بتجوا لعندي بالدور. الموظفين رح يدلوكن أساساً. الأواني كلها جوا وأنا رح أحطلكن فيها السماد. رح نوزع السماد على النبات بشكل دائري عند جذور الشجر، تمام؟ يلا نبدأ. شو حلو. خلصوا ليه؟ دينيس ديمير عالكوخ. شوب، احكي لي. وجوز خلصنا بقى. احكي لي دينيس. وجوز اهدي واحكي لي. ليش عم تجبرني؟ قلت لك اني عايشه بجهنم حياه مقرفه، وانا بستاهل، بستاهل هذا الشيء لاني مذنبه. طيب احكي لي عن جهنم هي، بدي اعرف وين عايشه وكيف. احكي لي من البدايه، احكي. ايه هيك صار مثل ما قلت لك. اهلين يا خانو. كيفك زينب؟ هي اسمها أمل. انتي مرتاحة هون؟ مرتاحة، كتير مرتاحة، شكراً إلك. معلمتي، معلمتي، اجت زيرين. ايه خليها تجي. هاجر طلعي لبرا، في أمور بدنا نحكي فيها. سكري الباب ولا تخلي حدا يدخل. حاضر. أوف. سلامة قلبك قدرت. أوه. معلش تساعديني لحتى أقوم على حيلي. مديرتي الحلوة، كيف بتجي لهون وكأنه مالك عاملة شي ومالك ذنب اللي صار؟ بأي وش شرفتي لعندي؟ شو رح يصير وشو راس مالا إذا قطعتك بإيدي هون يا ترى؟ ليلي ممكن أخذ عقوبة المؤبد مرتين؟ آخر همي عم تفهمي؟ آخر همي ولك مديرة؟ ولا مفكرتيني خايفة من أمثالك؟ وليه؟ ما لقيتي غير تحرقيني وأنا عايشة وعم بتنفس؟ بتحبي أطعك ولا أحرقك؟ نقي على كيفك حبيبتي. يلا احكي شو بدك. شوفي شو رأيك غز السكين بحنجرتك وريح البشر منك. زيرين خانم انا ما عندي شي، اخسره بالمرة، ما عندي شي اخسره. انت متأكدة؟ كيف شو عندي يعني؟ ما عندك شي تخسري ابدا؟ فكري شوي، بركي عندك. كيف؟ هي هي القصة. وهلأ عزراء بالمستشفى ومراد انفقد وإيدي مربطين وناطرة شو الضربة الجاية من زيرين خانم على مين رح تكون. ومراد هالشخص مهم بالنسبة إليك؟ إيه مهم، هو كتير مهم عندي.
كان معي بكل أوقاتي الصعبة، لهيك هو كتير بيهمني. معك حق، أنا ما كنت معك أبداً. شو صار مع الأستاذ؟ شايفت لك وقت وصلت دينيس خلص السماد. يلا شغلي، اهتمي بشغلك. أوكوس خلص بكفي، خلص روح، روح ولا تضل حوالي، لأنه زيرين كمان رح تسحبك للدائرة نفسها. لو سمحت روح، رح أحمل ذنبك. بدنا نروح سوا. بدنا نروح سوا. نعم بدنا نروح سوا. أنا بدي أخطفك من جهنم. وكيف رح تقدر تعمل هيك؟ باخدك على حصان أبيض ومنهرب. ما تصدق هاي الأحلام بنوم. بس أنا بصدق، بصدق عني وعنك. دينيس ديمير، يا منروح من هون سوا، يا رح نبقى بجهنم مع بعض. ما رح أتركك مرة تانية. أستاذ أوغوز، في شي مشكلة؟ لا لا، كنت عم أخلط السماد، بخلص وبيجي. سيد دينيز، يلي بعدها تتفضل. مرحبا زيرين خانو. خير شوفي؟ بالحقيقة مراد بيك اليوم كمان ما أجا يا خانو. أنا بعرف بيرنا، بدكن تخبروني نفس الخبر بالدور؟ قلت بركي بتعملي شي. تعالي معي. هذا تقرير بخص غياب مراد بيك عن وظيفته، خدي على المديرية العامة فوراً، رح تبلش الفترة القانونية. حاضر زيرين خانو. بس بصراحة نحن كتير قلقانين عليه. وأنا كمان قلقانة بيرنا وخايفة من اللي صاير. شو بتكون يعني أعمل؟ بطلع على الشارع وبدور عليه؟ لا يا خانم، أنا بس كنت. خلاص اتفقنا، لكن طلعي وصلي التقرير. حاضر يا خانم. دمرت كل شيء، فاشلة، وهي المرة قربت نهايتك. يلا يا بنات رح نطلع بالدور. يسلموا ايديكم، تفضلوا، تعالوا غسلوا ايديكم، تعالوا بالدور. يلا يعطيكم العافية. شكرا لك استاذ. يلا كلكم رح تغسلوا. يلا تعي انت. الله معكم. تعي كمان تعي. بدك دور على عزراء وخبرها بالموضوع؟ ما بتقدر تعمل شي وما فيك تدخل لهنيك اصلا. شو هي كنيتها؟ كايا. يعطيكم العافية، بشوفك المرة الجاية. فهمت. ماشي. بدي تفتشوا المكان كتير منيح، فوتوا فتشوا بكل دقة، ما بتتركوا أي قرنة ما تفتشوا فيها. الشعر وبر وبصمات الإيدين، كل شي بتفتشوا فيه. موفقين. شو الوضع عندك؟ سيدي ما لقينا ولا حتى أثر واحد. يا ربي، فتشوا كتير منيح. الشباب عم يشتغلوا سيدي. بلكي منلاقي شي وصلنا لمراد. مراد؟ ليش شبه؟ التقت سيارته مفككة بمحل خردة، كلها مفككة. نعم اللي معلم، عنا شاهد عم يقول انه شاف صورة عاصم على التلفزيون وتعرف عليه. قال شافه فايت وطالع على مستودع موجود بالمنطقة اللي فيها الورشة تبعه. طيب طيب روحوا معه، ناطر منكم خبر. تمام الله معك. خير شو صاير؟ في بلاغ
في مستودع عند عاصم هذا الكلب، ولا طلع الإعلام بيفيد أحيانا. يلا شكرا لك يا ابن ضيعتي. ليك العفو. ليك إذا رحت لهنيك خبرني فورا، كل قرايبيني موجودين هنيك، بحكي لك معهم وبيستقبلوك. ماشي؟ ناوي روح هاي السنة، لهيك خلي زيارتك قصيرة، لا سمح الله بتوقعني بمصيبة. لا تقلق، بسلم عليها وبطلع. شكرا كتير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ايه شو جاي تعمل عندي انت؟ دينيز بعتتني، قال في تحقيق رح يصير معك، فجهزي حالك وبتقلك لا تقلقي. عن جد؟ وفهمني ليش بعتتك إلك من بين الكل. يمكن بدي ايانا نتعرف. وانا صدقت. من وين عرفت انا بأي مستشفى؟ في شيء اسمه تليفون، يمكن ما تصدي لقيتك بعد ما سألت عنك بالمشافي. ليك تليفون وما تليفون، وسألت هذا وهداك ودينيز بعتتني، أنا ما بصدق هذا الحكي، وما بعرف ليش، ما بعرف ليش في شيء جواتي عم بيقلي إنك من طرف زيرين. من اللحظة اللي ظهرت فيها هاي المخلوقة يلي بقول عنها روحي، مقهورة ووشها معها الضحك، ولهيك إذا فكرت إنك تزعلها أو إذا صار لها شي بسببك، أي شي يعني، رح تشوفوا شي تاني. شو اللي عم يضحكك؟ أنتي بنت قوية والله، مثل ما قالت لي، وبتحبيها لدينيز واضح. صح، بحبها إيه، وكل الناس بتعرف هذا الشيء. معناتها بدك تساعديني هلا. كيف؟ شو قصدك؟ ساعدك بشو؟ بدي اخطفها من جهنم يلي عايشة فيها. شو قلت؟ اسمعي وبعدين قرري، إذا بدك صدقي وإذا بدك ما تصدقي، بس اسمعيني. صدقتيني هلأ يا أختي؟ وابن اختها لزيرين عايش ولا هي مجرد كذبة انت اخترعتها؟ عايش عايش. زيرين ما رح تضرها لدينيز بسهولة، مو هاد موضوعنا. بدي اعرف كيف رح اقنعها تهرب، لهيك ساعديني، هي بتسمع منك. اخي يلا اطلع بسرعة، النيابة بعتي عالم مشان ياخذوا افادة السجن. جاي جاي. اذا بتحبي دينيز ساعديني. Thank you.
أنت منيح؟ إيه منيح منيح إيه منيح. فيك تمشي؟ إيه بقدر أمشي خطوة. إيه منيح أمشي. على الأرض على الأرض. في إطلاق نار على الأرض. الكل على الأرض. يلا لا تقوموا. في إطلاق نار من هنيك. مصطفى في إطلاق نار من الشباك المقابل. بسرعة استدعي الدعم. الله يلعنك. نعم مصطفى جايين قريبين كتير. ابعتوا كل الرجال لورا المبنى وسكروا كل المخارج. يلا أمنوا المنطقة كلها وأنت تعال معي. شرطة فات على البناية فات على البناية. الأخ علي بالمبنى. أرهان على الكراج. حاضر تعوا معي تعوا. يلا بسرعة يا شباب. سيدي هو نزل على أبو. الشباب مسكرين كل المخارج. تمام ضلوا عم بتراقبوا. ولا حرف ولا بشيل حنجرتك وبكبها للكلاب. اسمعني كتير منيح. ارفع ايديك ارفع ايديك. افتح الصندوق افتح. اجتمعوا اجتمعوا اجتمعوا.
صار فيك تمشي أخي، ما تواخذنا. مثل ما شفتوا، العداوة اللي بين هدول السجينات بترجع لسنين طويلة يا سيدي. الحادثة المحزنة اللي أدت لخسارتنا لزميلتنا نهال أونال صارت خلال فترة صراع هدول السجينات مع بعضهم. العداوة اللي بيناتهم استمرت برا السجن بعد إخلاء سبيل عزرق كايا. بتمنى منكم تكونوا فهمتوا خطورة الوضع وتدمير أعمال قدرة الغير قانونية من قبل الشرطة سبب الخلاف. عزرق كايا كان إلى يد باللي صار، وعرفت النيابة من خلال الشرطة أنه عزرق متدخلة. الكتاب مرفق مع الملف، بالتالي هي الحادثة عبارة عن حساب بين هدول السجينتين. هذا كل شي بدي أحكي هلأ. سيدي، السجينة اللي عاشت الحادثة قدرة أوزتورك عم تنتظر، بطلب منكم تسمعوها بشكل حيادي. دخلوا السجينة. اترك إيدي خلاص. العمى العمى، ماني مصابة، أنا مريضة بس. قدرة أوزتورك؟ إيه أنا. عادي لشوف. ممكن تخبرينا شو اللي صار مبارح معكم بالمستودع؟ إيه بقدر. مبارح وأنا بالمستودع كنت رح موت بالحريق. الله لا يدوق لحدا يا سيدي، فرج على إيدي كيفه. أنا وقعت بالفخ، فخ. احكي، فخ شو؟ عذراء كايا وقعتني بالفخ، كانت رح تحرقني وأنا عايشة، وكانت رح تنجح باللي خططت له. قدرة شو عم تقولي؟ مبارح كنت مسؤولة عن المطبخ، وبعتت لي خبر وقتها إنها ناطرتني بالمستودع. شو بدي خاف؟ رحت لعندها، كنت مفكرة إنه رح نحكي شوي بس الواضح إنها طلعت ناوية تقتلني وسكبت البنزين بكل مكان، وكانت رح تتركني وتحاول تهرب وتخليني أحترق، بس ما قدرت تهرب. إذا هيك صار، لكن ليش كانت رح تحترق معي؟ لأنه خانقنا جوا وبلشنا مشاكل ومسكنا ببعض، واندفشت على الباب وتسكر الباب وانقفل، ودفشت على الأرض ووقعت وتعبت أواعينا بنزين سيدي. وبعدين طلعت القداحة وشعلت النار فينا، بس احترقت معي وقتها. إفادة عزراء كايا كانت مختلفة وقالت إنه زيرين خانم هي اللي قفلت الباب عليكم وراحت، وهي كمان اللي شعلت المستودع وكانت بدها تحرقكم. أنجد؟ لأنها شافت حالها ما رح تنفض من هالورطة، بلشت تكذب عليكم، ولأن المديرة زيرين حطتها بالمنفردة مفكرة حالها عم تتصرف بشطارة غبية. سيدي، تسجيلات الكاميرات تبع هديك الليلة انمسحت، مثل ما قالوا عزراء كايا بوقتها كانت محبوسة بالمنفردة. طلعتها من المنفردة بدون ما تاخد مساعدة، ووصولها على المستودع بدون ما يكون معها بطاقة شي شبه مستحيل. وأنا هيك عم قول، استقالة المساعدة أوزلام بهالسرعة وبهالغموض في من وراها شي. قبل الحادثة استلمت المناوبة بغرفة الكاميرات من الموظف المناوب عنا، وإفادة الموظف بتأكد. حتى قبل كم يوم من الحادثة سجلات الكاميرا بتأكد لقاء أوزلام مع عزراء كايا بالمكتبة بالسر. بقدر أقدم لكم ياهن إذا بتحبوا. هيك أنا بشوف ميليس خانو، وهذا اللي أنا بعتقده.
يعني انت بتقولي بشكل واضح وصريح اللي نصب لك الفخ عزراء كايا، ما هيك؟ سيدي الضابط، عم قولها بشكل واضح وصريح، اللي نصبت لي الفخ هي عزراء كايا. قدرة انتي مو طبيعية عن جد. عفوا؟ ما في شي سيدي. طيب تفضلي بتقدري تطلعي. اسفي عليك يا قدرات. نعم، وبالنهاية رح نستنى إفادة أوزلان بالبان لنتخذ القرار. استدعيتي يا ست ميليس؟ للأسف سيدي ما قدرنا نوصلها. خلينا نمشي. زيرين خانو، ما في مشكلة عنا بتقارير التحقيق الداخلية واللي صار جوا حول الحريق، بس تكتمل الإفادات رح نعلمكم بالقرار النهائي. طبعاً سيدي، خليني رافقكم على الباب. مو جاي عبالي. صحة وهنا دينيز. صحة وهنا ميليس. شو صار؟ بدنا خبر بفرح. زيرين رح تودع مو هيك؟ عشنا شي اللي عشنا مع أزلام. قدرات تراجعت عن وعدها قدامهم، يعني ساعدت المرأة اللي كان بدها تقتلها، صارت مكانة زيرين أقوى من قبل. عن جد مو معقول. قدرة الغبية، لك الله يلعنها. قلتلكن من الأول إنها جاسوسة فوق راسنا كلنا. قلتلكن خلوني أقتلها وريحكن منها، ما قبلتوا. صار مثل ما بدك، وهلأ دورك إنتي. احكي لشوف، قليلي وين حفيدتي. بدك حفيدتك مو هيك؟ نعم. من وين بتعرفي مكان حفيدتي؟ أنا بعرف وين بتكون. كيف بقى؟ نزلي من إيديك وخلينا نحكي. ايه صار دورك تحكي، قليلي وين ناجية؟ ناجية وحفيدتك بهذا العنوان. عم يهتموا فيهم منيح. دخيلك، صار القرار عندك. روحي كلي إذا بدك، إيديكي عم يرجفوا. معلش عيشي أيامك هلأ، بس ما رح تطولي كتير. مو كل شي رح يزبط معك بالآخر. وحدة قذيرة رح تخلص أيامك. حقيرة. يعني زيرين لقيت شي تساوم عليه بالآخر. طيب يلا تفضلوا على الأكل. أسفي عليكي، طلعتي وحدة جبانة يا قدرت. أخ
هاد؟ مبين الأكل ما له طعمة ولا نكهة، ليش مو مكترين لحمة بالوجبات؟ آه؟ معلمتي مو أنتي قلتي بدنا نعمل تقنين؟ ولك قلت قننوا بس ما قلت ما تحطوا غير فرمة لحمة واحدة العمى، وكأنها بضاعة أبوكم. حطي لي سلطة ورز ما بدي غيره. عن جد الله يعيني على هيك بنات. ليك يا أمل، شايفة كل هالبنات ما لهم طعمة بالمرة. يعني لو ما كنتي موجودة شو كنت بدي أعمل؟ لك يا سفيها يا عديمة الضمير. بعتك من شان شي ما بتملكي انتي ولا بعمرك رح تملكي كرمال حفيدتي. انا بعتك بس انتي ما بتفهمي لانك وحدة غبية ولك مفكرة في شي منيح رح يطلع من حدا سيء وشرير مثلي. لعمة شو تفكيرك غبي على قدك؟ بعدوا لورا. شو عم يصير هون؟ ارفعي رجلك ارفعي رجلك. شوفي مين اللي عامل مشكلة على كده؟ ليك قدرة وقعت على وشها يا أخي، كنا عم نساعدها. بكفي بقى، لك ملينا من المشاكل. خلص رايحين رايحين. تعالوا يا بنات يلا تفرقوا يلا. الزلمة لقى مكاننا وقوص علينا من الشباك، نحن كنا عم نتفرج. هذا حكي؟ والله ما تخيلت انه يتمادى لهالدرجه. رح تتخيل اخي، رح تتخيل. هالحال ما بينطاق. لا تضغط عليهم كتير، من وين رح يتوقعوا سفاله الرجال؟ بدي اقول لك شغله اوكتاي، هاد اكثر مجرم شاطر بلاحقه بحياتي كلها، عملته وقدر يهرب. كنت اعمى على الاخر وقتها وما حسيت. العمى شو طلع قوي هالكلب. قوي؟ ألو؟ ليك إذا خبر منيح قوله، إذا مو منيح لا تحكي ولا كلمة، ماشي؟ سيدي، الشباب فوتوا مالك المستودع لجوا، اسمه عاصم، هو تعرف عليه، ناطريننا مشان نفتح المستودع. طيب جاي، أنا رايح. انتبه على حالك، خليك صاحي بشرفك تلقى. أكيد، وأنت كمان. من هلأ ورايح، رح تحمو أوكتاي منيح، ما بقي ولا حجة. لازم ادهنا منيح حتى يخف الوجع. طيب منيح هيك، يسلم. بس تسلم ايديك على كل كف ضربتي اياه، ضربتي قدرات وفشيتي لي غلي. حلال عليكي يا اختي دينيز، حلال عليكي. شو استفدنا؟ شو استفدنا قليلي؟ شو استفدنا دينيز؟ بردت قلوبنا شوي، على الاقل خف الحمل عنا. يا ريت لو انا قدرت اضربك كمان لقدرات. هذا هو هذا هو هذا اللي كنت خايفه منه، الحيوان اللي جواتنا خلوه يصحى من جديد. وزيرين صار لشي؟ لا، عم تهز رمحة فوق راسنا، عم تقتل كل شيء قدامها. بس رح يجي دورها لهي الكلبة. قدرة اليوم ما رح تنام الليل من قوة الوجع. أنا بكفيني هذا اليوم يا بنات. أي أهلين أهلين، كيفك؟ ألو مين؟ أنا قدرات قدرات. ولك قدرات قدرات، ما عرفتني؟ وهيك عرفتني؟ ما عرفت صوتك بشكل واضح قدرات، ما تواخذيني. بدي اطلب منك طلب اخي، معلش. اكيد، طلب شو يا اختي؟ تفضلي قولي. هلا بدي ابعث لك عنوان برساله لعندك. العنوان يلي عايشه فيه حفيدتي وسته، فهمت علي؟ اسم سته اللي معها ناجيه. ناجيه. سمعتك ناجيه. ايه شو بدك نعمل لها؟ ما رح تعمل لها شيء. بدي منك تتأكد إذا ساكنين بهالعنوان ولا كذب، وخلي رجال على الباب عشان أعرف إذا رح يتحركوا. بدي أعرف كل حركة عم يتحركوا. ماشي أختي، هلأ بحط رجال هنيك على الباب. إيه دقيقة شرف، هالموضوع كتير مهم من شاني.
بتعرف هي حفيدتي بنت المرحوم ابني الغالي الله يرحمه. روح بنفسك واكشف لي عليهم وبعدين اتصل فيني لو سمحت. ايه اختي لا تاكلهم، رح اهتم بهالقصة بنفسي. شو صار بشغلنا؟ والله مثل ما حكينا من الاول، انت رح تنزل البضاعة تبع اخر سفينتين. ماشي اختي، شكرا لك معلمتنا. اهلا وسهلا. اوف اوف. أرهان دور على شي ضو، يلا بسرعة. دقيقة سيدي، رح أرفع القاطع. لا سيدي ما في كهرباء. طالعوا الأضوية. لك شبك لا تحطوا خلقتي. نعم سيدي. نحن ما فينا نضل هيك. شو نعمل يعني؟ استدعي مفتشين للمكان. لا تحط الضوء بعيني. آه الله يلعنك، الله لا يوفقك يا دينيز ولا يوجه لك الخير على اللي عملتي فيني بآخر هالعمر يا حقيرة. رح أقتلك وخلص عليكي، ولا قلك ما رح أقتلها، رح أعمل شيء أفظع من هيك، رح خليها تترجاني حتى أقتلها، رح خليها تترجاني. معلمتي شوفي أنفك كيف عم ينزف. أوف أنفي، جيبي لي شيء قطنة. شوفي لي بركي بياخذوني على المستوصف لاني موجوعه، بس انا رح ورجيكم يا كلاب، انا بورجيكم يا كلاب. بتشوفوا قدرات الكبيره شو بتقدر تعمل معكم، بتشوفوا. والله لخلص عليكم، رح خليكم تندموا كلكم عن قريب. اوف عن جد هذا الشاب كتير حلو، وجهه بينسيكي وين انت. هي بالعاده ما بيعجبها حدا، بس اذا عجبها كل هالقد معناتها حلو. ايه والله قليل علي اللي قالته، الزلمة مثل البيضة بياخد العقل، بس هي البيضة مو لإلك ولا لإلها، فهمتوا؟ احكي عن حالك وتركينا بحالنا، أكيد مو إلك كمان. انتي مفكرة رح يكون إلك ودينيز أم العيون الزرق قدامه؟ ما شفتي كيف سحب دينيز على الكوخ وقعد معه؟ شو هالحكي؟ كل هاد ما منه أي فايدة، دينيز حكمة طويل. خلص مشي الحال يا بنات، شكله صار كتير ضروري نروح على المزرعة ونزرع شي ونشوف بعيوننا. على شو عم تحكوا يا بنات؟ تخيلي عم يتخنقوا على أستاذ دورة الزراعة، قال حلاوة. مين اللي تقرب من دينيز؟ ليكي معلمتي، الأستاذ أوجوز ودينيز عم يتغزلوا ببعضهم، وبعبارة أصح الأستاذ عم يحاول يطبقها. مبارح مسك دينيز وقعدها على التراب وما كان يتركها. كان لازم تشوفي قديش منسجمين مع بعضهم معلمتي.
شو صاير؟ خسرنا مراد كمان. أنا عملت هيك كله بسببي، كله مني. لا تعملي هيك بحالك، أنا عملتها. بلا هالحكي بقى عزرا، أنا اللي بعته لعنزيرين بإيدي، يعني أنا اللي بعته على الموت بإيدي. دينيز لا عاد تحملي حالك المسؤولية. ما رح سامح حالي أبدا، ما رح سامح حالي أبدا، ما رح سامح حالي. شو عرفك هيك رح يصير؟ كان لازم أعرف هاد الشي، كان لازم أتخيل هاد الشي. أنا اللي دفشت بإيدي التنتين على الموت. هاد الحكي اللي عم تقوليه مو صح، حتى لو أنا طلبت منه كان رح يعمل، لأنه هذا الشغل. لا تحملي حالك المسؤولية. أنا رح ضل عم أتخيله، بدي أتخيل نظراته البريئة ووشه البريء كادر فيه. دائماً كان معي، دائماً 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 كان معي، كل عمره واقف معي. مراد كان إنسان منيح كتير كتير، وكان كتير خدو كتير. كيف قتلته؟ كيف قتلته؟ موظفين السجن الأعزاء والأصدقاء السجناء، ألمنا كبير كتير كبير. اليوم المساء عرفنا أنه زميلنا مراد راح ضحية جريمة بشعة كتير مع الأسف. كان صديق غالي كتير علي بالعمل، وكان صديق مقرب بالنسبة لإلي. أنا متأكدة إنه كلكم راح تتذكروه بذكريات حلوة. نحن مدينين لإله بالشغلات كتير،
مراد أونال عمل كثير شغلات كرمالنا وكرمال هذا السجن، بس أكيد العدالة رح تاخذ مجراها وما رح تترك اللي عملوا هيك بمراد. مراد كان موظف غالي علينا كلياتنا. خلص اخرسي يا مجرمة. بتمنى بأقرب وقت يألقوا القبض على الفاعل أو الفاعلة. أنا واثقة أنكم رح تستنوا هاي الفترة بكل قوة وتماسك. خلونا كلياتنا نترحم عليه وتعازي الحارة لأقرباء ولكل اللي بيحبوا ولألكم كلكم. رح نشتاق لك كتير مراد أونال. رح نشتاق لك كتير مراد. يا ريت لو ما صار هالشي. عملتيها كمان بكل وقاحة، طلعتي وحكيتي عنه كمان. عزراء أنا ما عم أقدر أضبط حالي، وأنا ما بعرف كيف بدي أضبط حالي حتى ما أروح دقبي خوانيقة للكلبة وأطلع بروحة. بس أنا رح أعملها، رح أعملها، رح أقتلها. أنا رح أقطع راسها عن جسمها. لا ما تعملي شي، إذا اضطر الأمر أنا رح حل القصة وأقتل زيرين. أنت رح تطلعي، أما أنا شو عندي بهاي الحياة؟ أوجوز عندك؟ مو بعدتي على المشفى لحتى نتعرف؟ يمكن عم يفكر بمستقبل ما حدا فينا كان بيتخيله وكتير مهم بالنسبة لك. ماشي ماشي خلص. حاجة، موضوع أجوز تسكر وما عاد رح ينفتح. تسكر لكي زيرين، طول ما زيرين موجودة ما حدا فينا بأمان، لك حتى أجوز ما عاد بأمان. تمام، لكن أنا قايمة روح هلا. تفكيرنا مانو سليم، أنت نامي وبكرة بنحكي. ارفع ايديك. برافو. لا تتلفت هيك وهيك، رح تطلع من هون بهي. قرب. بكفي، بتعرف القوانين، لا تأخرنا، دير ظهرك. إيديك لورا. بس بهنديك على فكرة، خليتني اتعب. شو كنت عم تعمل هون؟ ها؟ جاي لعند زيرين؟ غريب، شخص مثلك كيف بيغلط هيك غلطة؟ ها؟ شو يا حلو؟ هاي حبيبتك. شو صار لك؟ هالحب من طرف واحد؟ ها؟ لا تحكي بمواضيع ما بتفهمها، أحسن لك يا حضرة المفوض. عن جد توترت. طيب إذا كنت أنت مغروم فيها رح نفهم وضعك ونقدر ظرفك. امشي يلا.
أهلا وسهلا سيد عاصم، ولا نجدت نقي لك اسم، في محمود إذا بدك. ما في داعي تلعب دور الرجل القوي، اثنيناتنا محترفين، بتعرف إنك رح تحكي بالنهاية، مزبوط؟ خليك برا. مرحبا يا عمري. مرحبا. فيني اطلب منك طلب؟ ايه. ممكن تنادي للولد اللي قاعد على الكرسي هنيك؟ هداك؟ ايه هداك. هذا الولد بيكون اخي. والله جد حلو كتير. طيب بتنادي له لعندي؟ يلا بسرعة. مرحبا، شو اسمك؟ فرات. حلو كتير اسمك. بس مين انتي خالة؟ انا بكون رفيقة امك. بس انا ولا مرة شفتك. واذا يعني هي شفتني مو؟ خلص العصير؟ اها. بقدر ارميه بالزبالة اذا بدك. ماشي. باي خالتو. باي باي يا روح. زينة، إن شاء الله تكوني عم تكسبي.
إن شاء الله يكون هذا ابنك. ألو، مرحبا، أنا زيرين شاهين، بدي أحكي مع نسلهان ألكام من مختبر الحمض النووي، تقدر تحول للخط؟ ما بتأخر. مرحبا أخي. أهلا وسهلا أخي. أهلا وسهلا. شرفت. وين السجينات؟ بعتذر منك، ما رح يجوا اليوم. والسبب؟ عرفنا أنه زميلنا مراد بيك انقتل، عنا حداد عليه، مزاج الكل معكر. هيك لكان؟ ومين اللي قتله بيّن معكم؟ ما في شي واضح، المديرية ما قدمت ولا تصريح. زعلتني، صحيح ما كنت بعرفه، بس الله يرحمه، تعزية لكم. يسلم عمرك، كان حدا بجنن، مين ما عملها، الله ينتقم منه. نحن عذبناك معنا، ما تؤاخذنا أخي. أستغفر الله، هاي وظيفتي. موفق. الله معك، الله يصبركم أخي. تسلم. عزراء، شربي، حطيت لك زنجبيل وعسل فيها، هدول بينظفوا الرئتين وبيروحوا لك السعلة. ليش بقي عندي شهية يا دودو؟ والله معك حق، شو أحكي؟ كنا مفكرين قدرة سيئة، بس طلعت زيرين هي الأسوأ. عزراء، اللي قتل مراد هي زيرين مظبوط؟ انتو شو عم تعملوا لهلا؟ ولا شي، قاعدين عم نحكي. ايه كلام عادي. كيف صرتي؟ منيحة منيحة احسن. انتباه انتباه، تغير توزيع الاقسام اللي عندها مناوبة، القسم بي واحد على غرفة الغسيل. ها حلو كتير، اصلا كنا ضايجين ولا قولنا شغل، يلا منروح ومنتسلى ومنفش خلقنا شوي بالاواعي، بركي بخف هالضغط. بيرنا؟ اجت زيرين شي؟ شوفي ولا شي، كنت بدي أقدم طلب. طيب. وفي شغلة، ماني حاسة حالي كتير منيحة، يعني إذا بتسمحي لي شوف ميليس خانو، بقدر شوفها؟ طيب بسأل الست ميليس وبخبرك. طيب. ميليس خانو، دينيس ديمير بدها تشوفك، أنت فاضية؟ ماشي بيرنا، جيبيها. شوفي براسك، أنا فهمانة شو شعورك. تمام، خلص، عملي اللي براسك، بس أول وعديني إنك رح تهربي مع أوغوس، ما بدنا عقوبة مؤبدة مشددة، يلا وعديني. عزراء، رح بلغ عنك، وعديني يلا. دينيز، الست ميليس ناطرتك، فينا نروح، يلا امشي. شو عم تعملي؟ افتحي الباب. لا تجني دينيس. ليكي أنا مشكلتي ما أنا معك بيرنا، لا تخليني استخدم العنف. أسف. طلعتي بروح مراد. رحقتلك، الله يلعنك يا حقيرة.
لا تعملي هيك، اتركيني اهدلا. عم قلك اتركيني اهدي. بدي اقتله. بدي اكفي دينيز. اهدي قتلي. بترجاكي دينيز، خلص قوي. بدي اقتله. تعالي بدي اقتلها الحقيرة دينيز. خلص بدي اقتلها. قوي دينيز لو سمحتي. خلص هي قتلت مراد. لازم تهدي. اهدي تمام تمام. خلص خلص روقي. خدي نفس. شرف عم بيدق. راقبي الباب. ألو شرف، اللي شو الأخبار؟ عندي أخبار منيحة إليك أختي. لقينا ناجية والبنت. وضع الطفلة كتير منيح، فيك تطمني. الحمد لله. حلال عليك يا بطل يا شرف، عن جد عفاري. كيف قدرت تحل القصة بهالسرعة؟ برافو عليك يا شرف. طيب اللي حطيت رجال على الباب مشان يراقبون منيح؟ ايه اختي حطيت. لا تاكلي هم القصة عندي. منيح. ليك شرف، بالاساس كنت رح اطلب منك تشتغل شغل وربحه كتير منيح، رح تروقي عليه ورح ادفع لك بكرم. يعني عم بحكي لك عن كرم بيوصل لدرجة نصير شركاء انا وياه. ايه انت معي بهاي؟ اكيد بعمل كل شي بقدر عليه، بس إذا جائزة العمل كبيرة لكان شغل كبير. إيه طبعاً كبير، شغل كبير كتير. تنظيف بهم الكل وبيخليني ارتاح. رح نخلص العالم من وحدة قذرة كبيرة واقفة بحلق الناس كلها. فهمت علي ما هيك؟ إيه بدك تسمعني شو رح قلك منيح. ليك تلقى مزبوط اللي سمعته؟ نحن قبضنا على عاصم، صار بالتحقيق شوية وقت وبيحكي. زيرين بتكون انتهت. هيك بالضبط. انت عليك تخبري دينيز وعزراء. ماشي. ملتان؟ ملتان؟ معلش تسمحي لنا بدقيقة لو سمحتي. طيب لا تطولي. يا ريتك تركتيني. ليش ما تركتيني اقتلها؟ كنت تعاقبتي على الفاضي. طولقة اتصل قال مسكوا عاصم. نعم. عم تحكي عن جد؟ عن جد. خلينا نخبر عزراء. رح خبرها لا تقلقي. خلص الشغلة خلصت. طولقة رح يخلي الزلمة يحكي. وزيرين انتهت أساساً، كل شي انتهى. ميليس ميليس شكراً كتير. انتهى كل شي دينيس. طيب يسلموا. رح خبر الكل. يسلموا يسلموا. شو نجحنا دينيز؟ شو نجحنا عسرة؟ عن جد نجحنا.
makineyim arıza yaparsam. İstemediğim halde ya devrelerimi yakarsam. Durmam gerek ya yere yıkılırsam. Ya bir çuval inciri mahveden ben olursam. Bir daha düşünecek olsam. Aynı yanlışı iki kere yapar mıydım sanmam. Eyvahlar olsun bir daha kanmam. Ne de zor oluyor aradıklarımı bulmam. Sorduğum soruların yanıtını almam. Cevap belliyse sorusunu sormam. Dişlerim sivri ama korkmasın bana. Bit lan artık derler azalma. Sohbetine de düze tek haz almam. Çoğundan hoşlandığımı pek sanmam. İstediğim anda istediğim yerde olsam. Süpermen gibi istediğim yere uçup konsam. İnkarı bırak kabullen.